دكتورة فتيحة برنس، مندوبة وزارة الصحة الإقليم المديونة جهة الدار البيضاء. اليوم كنظموا واحد القافلة طبية خاصة بالفحص بالصدى لفائدة المرضى اللي عندهم لي ريفيرونس بوغ فير دي زيكوغرافي سوا في الفاسكولار زعما في الشرايين ولا الوغال، يعني ديال تخصص الوغال سيرفيكال ايكوغرافي سيرفيكال ولا ديال الكلي والمسالك البولية. وان شاء الله من بعد عندنا النساء الحوامل. هاد القافله الطبيه جات في اطار سلسله البرنامج الاستراتيجي اللي وضعه وزارتنا ديال التكوين المستمر، بحيث انه اليوم كاين هاد لاتولي وهاد لاكارافان ميديكال تحت اشراف بروفيسور تومي كي شاف سيرفيس راديولوجي لوبيتال انيفيرسيتي اتور، وكي مع هو المشرف على هاد القافله الطبيه مع اطباء مغاربه ديالنا من الدار البيضاء من بارتو، مع اطباء اللي ديال كاين ديال المندوبيه، بحيث انها كتكون عندها جوج المنافع. اولا المنفع الاول انه في اطار التكوين المستمر بالنسبه للاطر ديالتنا، وثانيا انه المرضى ديالنا غادي يستافدوا من هاد ليكوغرافي من غراتويتمون هنا بالمركز، ورأينا اننا ننظموها في المركز الصحي المساعده لانه قريب وكاين المواصلات اللي كتجيب ليه كاع الساكنه ديال الاقليم. وهذا الشيء جا الغرض منها اننا في اطار يعني موازاه مع لا بريزون شارج ديال لا بانديمي كما كتعرفوا، اللي نتمناو ربي انه يرفع لنا هذا الوباء مع الحمله ديال الوطنيه للتلقيح ضد مرض الكوفيد. موازاه ما كنساوش البرامج الاخرى والمخططات الاستراتيجيه اللي وضعها وزارتنا، اللي من ضمنها هاد القافله الطبيه ديال التكوين المستمر، ومنها فورماسيون في ليكوغرافي. وكذلك قربنا رأينا لان المستشفى الاقليمي عندنا ستان اوبيتال كي لي ديدي الكوفيد، الناس في لي ريفيرونس باش كي يمشيو حتى للمستشفيات اخرى، وهذا مع اناء السفر ومع الطارئ والظرفيه الحاليه. دونك نظمناها عندنا باش كنقربوا لهم هذه الخدمه وكنجيبوها حتى لعندهم. وانت كما شفتي والحمد لله راه كل شيء فرحان، لا المواطن فرحان انه استفاد من التلفازه. اليوم عندنا فيها يومين، هاد الحصه الاولى فيها يومين، كاين اليوم تخصصات ثلاثه، ليكوغرافي ديال الشرايين، وغدا ان شاء الله ليكوغرافي ديال الوغال، ويعني توسكي سيرفيكال كواتخ لي نودول، وفي العشيه عندنا ان شاء الله ديال المسالك البوليه والكلاوي، وفي اخر الشهر ان شاء الله عندنا قافله اخرى اللي غنضموها باش نديروا الفحص بالصدى بالنسبه للنساء الحوامل، فيها يومين حتى هي ان شاء الله. وغادي من بعد ديك الساعات غادي نشوفوا المقر نقربوه شويه لوبيتال. وكنتمنى وهذه زعما هي بدايه لسلسله من القوافل في التخصص، وفرصه اننا كاينين دي سوميتي ودي بروف كيما عندنا الحمد لله اوتور ودي سوميتي مغاربه، جات هذه انه كاين عندنا هاد لو بروف يونيفرسيتير فرونسي وجا عندنا وتا هو اللي ساتيسفي كيما شفتوا اليوم.